ما زلنا متواصلين بتواصل منافسات هذا المساء لنبدأ معكم ومع انطلاقة شوط جديد الشوط 19 بتعداد أشواط هذه الليلة لنبدأ مع وصف الأسماء المتواجدة والمتنافسة بمسيرة هذا الشوط. المركز الأول وصف لحمد بن محمد بن سعيد العفاري على مقدمة هذا الشوط، ولكن أتابع أيضا من تسللت بهذه اللحظات وانطلقت بهذه المسيرة اللي هي رأي المهير بن علي بن سعيد بن دري المنصوري على المركز الأول. المركز الثاني من واقع الشعار، شعار بن نابت على المركز الثاني على ثاني التحديات، ينحجب رقمه عنا في هذه اللحظات. نتابع على ثاني المراكز، نواصل بالنداء حتى تتضح امور المركز الثاني. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام من غيبة السحابة محمد بن سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي على المركز الثالث. المركز الثاني اتضحت امورها بالفعل اللي هند لعلي بن سعد بن صالح النابت المري. المركز الرابع، رابع المراكز، اعطونا المركز الرابع لنتابع معكم بهذه اللحظات حضور الاسماء، حضور الشعارات، قوتها، تواجدها في عملية البحث دائما عن كلمة الناموس، هذه الكلمة الغالية التي يطمح من اجلها المالك والمضمر. المركز الرابع التواجد من قبل وصل لذاته قبل قليل لحمد محمد بن سعيد العفاري، لكنني ارى من تسلت في هذه اللحظات. تسلت الى المركز الرابع، وصلت من تحمل رقم 40 اللي هي مغادر لبندر بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد. هذا هو النداء للاسماء الخمسه الاولى الحاضره والمتواجده بمسيره هذا الشوط. انتصفت المسافه، انتصفت مسيره هذه الانطلاقه لنبدا معكم مع منافسه جديده ومع ايضا تزايد السرعه من الاسماء والشعارات المتواجده. الله، هند، هند غيرت مجريات الشوط، غيرت مقدمة، انطلقت مع المركز الأول. هند لعلي بن سعد بن صالح النابت المري على المركز الأول. المركز الثاني غيرت الأمور، مغادرة، مغادرة اللي تبى تغادر بالناموس، تبى تغادر بالسيارة. انطلقت إلى المركز الأول بندر بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد على المركز الأول وعلى الصدارة ثاني التحديات. وصلت مياسة محمد بن علي بن راشد الزرعي يصل شعار اليوم على المركز الثاني. المركز الثالث التواجد من قبل هند لعلي بن سعد بن صالح النابت المري. المركز الرابع تقدمت وصي حمد محمد بن سعد او هنالك محمد بن حمد بن سعيد العفاري. المركز الخامس التواجد مشاهدينا الكرام من سحاب محمد بن سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. بدات الاسماء تتزايد بهذه اللحظات، تقترب الشعارات لتحضر المنافسه، القوه، الابداع، التميز ما بين الاسماء الحاضره، لكن امور الصداره. الله، المقدمه مع مياسه، مياسه الصداره، مياسه مع المقدمه، مياسه تحمل شعر محمد بن علي بن راشد الزرعي على المركز الاول. الكيلو الاخير، كيلو العمليات، كيلو الصراع، كيلو القوه، بن دري قادم، بن رايه قادم، الاسماء قادمه، واصله، واصله لا محاله. كيلو الملتهب بالمنافسة، كيلو السرعة، كيلو الإبداع، كيلو الإمتاع، وتواجد الأسماء وقوتها. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من قبل حملولة صالح بن عوض بن هنالك الحليفي على المركز الثاني يتقدم شعاره بهذه اللحظات مع تواجد الأسماء. المركز الثالث وصلت على ثالث المراكز، تقدمت مشاهدينا الكرام جمايل، جمايل فرج بن صالح محمد الرزق العجمي على المركز الثالث. لكن امور الصداره بدات تتغير بهذه اللحظات، بدات الامور تصعد بهذه الانطلاقه. الصداره المقدمه مع مياسه محمد بن علي بن راشد الزرعي، ما صارت اموره مع المقدمه تسير في المسار السليم، المسار الصحيح. المركز الثاني اللي ينحجب عنه رقمه التواجد من قبل هذا الاسم وهذا الشعار بمنافسه شيقه، بمنافسه قويه، حاضره متواجده على ارضيه ميدان التحدي. مياسة، مياسة، مياسة على المركز الأول، شواهين على المركز الثاني، مسلم الحال متعب العامري، لكن مياسة، شواهين، مياسة، شواهين، السيارة، الناموس، التتويج، اللحظات الأخيرة، الناموس، الناموس، مياسة ومالك مياسة، محمد بن علي بن راشد الزرعي المركز الثاني، شواهين مسلم بن حمد بن متعب العامري المركز الثالث. كان الوصول مشاهدينا الكرام من سلاب لسالم بن راشد
الكتيبي المركز الرابع. سمع وصلت على المركز الرابع أنصيبة لأحمد بن علي محمد بن واس الكتيبي المركز الخامس. كان الوصول من قبل هملولة لصالح بن عوض بن عيفان الحليفي. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا المنافسة التي حضرت وتواجدت بانطلاقة هذا الشوط حتى خط النهاية. التوقيت الزمني لحظة الوصول عبر التوقيت يا أبو شارب. مخرج هذا السباق المميز دائما من يوفينا بالتوقيتات وأيضا الأرقام. 5 دقائق 54 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك مياس محمد بن علي بن راشد الزرعي المركز الثاني لمن تحمل رقم 54 لشوهين. توقيت الزمني 5 دقائق 54 8 أجزاء من الثانية في فرق الأجزاء البسيطة. الثاني تبريكات لمسلم بن حازم متعب بن محمد العامري. المركز الثالث 5 دقائق 55 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. الثاني تبريكات لمالك سلابة سالم بن راشد بن سالم الكتبي من حصل على المركز الثالث.